أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب اكتساب اللغة في شرح لأبرز ما سيتم إعطاؤه خلال الأسبوع 13 من كتاب أصدقاء العربية للناطقين بغيرها الطور الثاني. إذا هدفنا اليوم هو التعريف بمحتويات الأسبوع 13. قبل أن نبدأ، عنوان الوحدة هي هويتي، وأؤكد على المفاهيم التي سأقوم بشرحها. المفهوم الرئيس هو الروابط، المفهوم ذو الصلة هو الأنظمة والأعراف، والسياق العالمي هو الهويات والعلاقات بين قوسين تشكل الهويات. تجمعنا سوياً علاقات مختلفة ومتعددة. سوف نتعرف على كيف نعبر عن علاقاتنا وتقاليدنا وعاداتنا من خلال استخدام المفردات التي نتعلمها، وهي المفردات الجديدة. أما عبارة البحث والاستقصاء هي: يرتبط البشر بأنظمة وأعراف لغوية مختلفة تشكل هوياتهم. إذن تجمعنا سوياً علاقات مختلفة تختلف باختلاف هذه العلاقات، نعبر عنها. منهم من نقول لهم مرحبا، منهم من نقول أنا أنتمي إلى المكان معين، تربطني بك علاقة زمالة أو علاقة صداقة، أحب كذا وأكره كذا. هذه جميعها ستتحدث عنها من خلال هذه الوحدة، وهي وحدة هويتي. كنا قد تناولنا في هذه الوحدة درس الصديقان، حيث تعرفنا إلى معاني المفردات الجديدة فيه، وقمنا بتحليل المقروء، ودرسنا من خلال هذا الدرس الأعداد المتتالية والأيام المتتالية والشهور المتتالية. أما اليوم فسنقوم بموضوعات أخرى، وهي مراجعة ضمائر الغائب هو هي هما هم، متى نستخدم هي ومتى نستخدم هما، ومتى نستخدم هو. أذكر أن هو للواحد المذكر وهي للواحدة المؤنثة، أما هما للإثنتان البنتان أو الولدان، فنقول هما طالبان نشيطان أو هما طالبتان نشيطتان. هذا موجود في التدريب التاسع من صفحة 46. أما الموضوع الآخر الذي سنطرحه وهو عن المشاعر، ستتحدث عن مشاعرك إما فرحان أو حزين أو غضبان أو مندهش، ومن خلال النظر إلى الصور الموجودة في صفحة 47 والتعبير عنها. فمثلا سأكتب لك جملة ستعطيني رد الفعل المقابل لهذه الجملة، كأن أقول لك مثلا مات رجل في فلسطين، فستضع لي الوجه الذي يعبر عن مشاعر الحزن، أو مثلا فرحان لقد أخذت علامة كاملة، ستضع لي علامة أو وجه الفرح، إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك كما ترى فإننا سنأخذ مجموعة من الأفعال ونضعها حسب سياقها المناسب. فمثلا جدتي في جزيرة لنكاوي، ماذا فعلت؟ قدمت أم طلبت أم استقيت أم ساعدت أم استعرت؟ ما هو الفعل المناسب؟ جدتي في صعود الدرج، نقول ساعدت جدتي في صعود الدرج. لصديقتي عن الزيارة سنقول ماذا لصديقتي عن الزيارة؟ مثلا اعتذرت لصديقتي عن الزيارة. هناك أفعال أخرى لم ترد في الصفحة. المساعدة من أختي، نقول طلبت المساعدة من أختي. كتابا من مكتبة المدرسة، نقول استعرت كتابا من مكتبة المدرسة. أما جدتي من جزيرة لنكاوي، فنقول زرت جدتي في جزيرة لنكاوي. دعونا الآن نقوم بفتح صفحة 48. سنتحدث عن كيفية تكوين جمل تحمل معاني كاملة. كما ترى أمامنا أفعال وأمامنا أسماء وأمامنا حروف. كيف سنستخدم هذه الكلمات في تكوين جمل؟ علينا أربع جمل. فكر ولاحظ أن الجملة يجب أن تبدأ بفعل، لأننا قمنا بشرح الجملة الفعلية. فمثلا سأساعدك بشيء. لاحظ أن الأسماء
وجدت على الصور، فهناك كريم وهناك فرج. ماذا فعل فرج هنا؟ نقول يزرع. يزرع فرج ماذا؟ شجرة. هذه هي الجملة، بدأت بجملة فعلية. ماذا يفعل كريم؟ يحفر. يحفر كريم بالفعل. هذه جملة أخرى، وما الجمل التي ستقوم بإضافتها أنت معي؟ كما سننتقل إلى قراءة درس في المتجر، وهو الدرس السابع من هذا الكتاب صفحة 49، وسنتحدث إلى أبرز الأفكار الموجودة فيه. لا ننسى أن نقوم بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لنا، والتي أقوم بإرسالها أسبوعيا. ولا ننسى أن هناك حصة موحدة في المكتبة كل يوم أحد. كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنتناولها. أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. أراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.